مش هتصدق الحيوانات دي بتاع تصليح. مبدئيا الحيوانات دي هي الكلاب البرية او الذئاب المرسوم، ودي حيوانات اجتماعية جدا بتعيش وتصطاد في جماعات، بيقودها الكلب المهيمن والانثى بتاعته. الجماعة دول عندهم قواعد وقوانين صارمة جدا، منها ان قرار الخروج للصيد لازم يتم بالتصويت الحر الديمقراطي، فبيعملوا اجتماع ما بينهم ويبدأ التصويت. اللي موافق على قرار الخروج للصيد بيصوت عن طريق العطس، وعلى حسب عدد اللي عطسوا بيقرروا هيروحوا يصطادوا ولا لا. الغريب بقى ان الانتخابات دي فيها تزوير. ازاي بقى؟ بيقولك يا سيدي ان لو بدأ العطس كلب عادي هيحتاج 10 أصوات معاه عشان يبقى تصويت بالاجماع، اما بقى لو اللي بدأ العطس الكلب المهيمن او مراته فمش محتاجين غير 3 أصوات عشان تبقى موافقة بالاجماع. كوسة كوسة يعني. قولنا في التعليقات اول مرة تعرف المعلومة ولا تعرفها قبل كده.